وهنا كما كتشوفوا هذا هو الفطور ديالي، ودشنت هذوك الطبيصات اللي قلت لكم شريتهم غير بدرهم، صراحه صدقوا زوينين ديال البلاستيك. كما كتشوفوا هنايا غير وجدت ليه الفطار وعطيته الفطار وصافي، وكنصلح ليه حوايجو باش غادي يمشي يخدم. المهم ضروري البنات انا هكذا كنوجد الحوايج قبل كنصلحهم ليه، ولكن هنايا صافي راه صلحت ليه القميجه اللي غادي يلبس، والقوامج الاخرى اللي صبنت ليه مع كنصبنهم ليه في دقه واحده، كنصبنهم ليه بين بيديا ما كنصبنهمش ليه بالماكينه، وصافي هو مشى لخدمته الله يسهل عليه، وانا جلست كنصلح وصافي. قلت نتعاود معكم شويه، وشكرا شكرا بزاف على البنات اللي متبعين القناه ديالي وكيشجعوني، وان شاء الله يكون خير وتقاد القناه، ومثلا نتوما دعيو معايا تقاد ليا القناه وصافي. هادشي اللي بغيت نقول لكم، وبغيت نشارك معكم هذا الروتين، هذا كنحس به يعني روتين كنجمع فيه كلشي كاع دوك الاشياء اللي كندير، يعني كاع الاشياء اللي كندير اليوم اللي كنديروا النهار كامل مي كنفيق كنديروا، شاركتوا معكم في هذا الروتين هذا، يعني كنصلح الحوايج نوجد الفطار كلشي. يعني لاحظتوا هاد الايام وليت كنوض بكري مع قربات المدرسه، وليت باغا نتعلم نفيق بكري باش هكذا نحيدوا منا داك الخمول والكسل، ونتمنى ان شاء الله يرفع لينا هاد الوباء ويرجعوا وليداتنا للمدرسه وما يبقاوش يصدعونا عينا صراحه. وصافي هادشي اللي كاين، وصراحه عينا مع الدراري برزطونا، فبغينا ان شاء الله يرجعوا للمدرسه، وتحنا داك الروتين دي جي ماشي بحال كيبقى معاك في الدار النهار كامل، هما صراحه الله يخليهم لينا وكيونسونا، ولكن هكذا المسؤوليه شويه كتنقص شويه، وتا داك الروتين ما كتبقايش نهار كامل انت محبوسه في الدار. اكثر كنهضر على الناس ديال البيوت الشعبيه المغربيه اللي غير روتين الدار والشقه، ما كنهضرش مع دوك الناس يعني اللي كيسافروا وكيخرجوا عندهم سياره في اي لحظه ممكن يخرجوا يتساراو ماشي بحال خصكم سنة محبوسه غير في الدار. فكيعجبني هكذا نبقى نديه للمدرسه ونجيبو وصافي، هادشي اللي كاين. المهم انتم معايا، بقاو معايا وما تنساوش لايكات. اول حاجه بديت بها البنات كنبدا بها دائما في الروتينات ديالي هي الصالون، يعني كيقول لك علامات الدار من باب الدار، فضروري الصالون. هي صراحه هاد الايام راكو عارفين ما بقى حد يجي عند حد في هاد الايام ديال الوباء، ولكن واخا هكذاك الانسان حتى راجلك يقدر يضرب دوره يرجع يلقى الصالون مرون، يقول لك شنو كنتي كديري، يعني دائما كتبان الدار مرونه. صراحه انا من الناس اللي كنصبق الكوزينه، شنو هي كنصبق الكوزينه مي يلاه كنوض كنحل عويناتي، واخا ما غسلاش الماعن كاع العشاء كنصبقها هي الاولى، كنغسل الماعن كنوجد الفطور، هادشي اللي كندير باش كتخوشي شويه وكتخفف لي علينا الكوزينه. اما بالنسبه كنت شحال هذه كنغسل الماء عند الفطور وعاد كنجي للدار، صراحه هاد الايام لا، باش تنظم الوقت ضروري تجمعي الصالون تمسحي الطابله تشطبي تمسحي الغبره تقدي الدنيا، وديك الساعه تمشي لغرفه النوم ديالك حتى هي، وعاد كتمشي لاخر حاجه الكوزينه باش ملي كتدخلي ما كتخرجيش منها، ماشي كتدخلي وكيضيع لك الوقت، وملي كتخرجي كتزدقي جامعه الدار غير شي يجمع غير مرون. صافي من بعد هنايا كنمسح الغبره ضروري يوميا، انا كنخصكم سنه كتمسح الغبره، انا ما عنديش مع الغبره بزاف في الدار، وفي اي بلاصه مشيت كنبدا نعطس هادشي هادشي لا هما كنحارب الغبره. صافي هادشي اللي كاين دابا حيت الصيف مهزه كلشي، الصاله الدخلانيه مهزوزه صراحه ارتحيت منها ومن جميعها، كل نهار كندوز لها غير جفيف خفيف وصافي. هذوك المانطات ديال المعتمد مره كينعس حدايا هاد الايام، مره كيجي للصاله وكيتمغاط وكينعس، وحاولت هاد الايام هذا نخليه ينعس في الصاله، راه كيما شفتو حيت كما كتشوفوا. من بعد غير جمعت الصالون كنجي نحل الشراجم ديال بيت النعاس، كتهوى ليا يتهوى ليا بيت النعاس وصافي. هنايا على لاكور، ولكن لاكور معري ضارب الشمس يعني بحال على الزنقه. صافي اول حاجه كنجيب الدريره كنمسحو، هذا تقريبا هاد العمليه هذه كنديرها يوميا هكذا باش كنحيد الغبره، ونفس الوقت كنجي ندير شي مانطات تشمش
وكما كتعرفوا كيجيو بعض المرات الفريخات للشرجم، فمن الاحسن كنمسحهم. انا عندي الفراخ بزاف، انا الفراخ صراحه كانوا مولفين عجوزتي الله يرحمها كانت كتعطيهم ياكلوا، وهذا فدائما كيجيو صافي وبقاو هنايا كيجيو. فداك الشيء علاش دائما كنمسح الشريجم اللي يكون فيه شي حاجه والغبره، وثم كندير المخاد، كندير المخاد كيتشمشوا حتى هما كضربهم الهواء. كنجي هنايا كندير من الاحسن كنت كندير شحال هذه تقاشيره طري في الثوب، دابا وليت كندير هذا القاعط كيمسح حسن وكترميه، يعني ما كتبقايش عاد تصبن وهذا صافي. وبحال داك الدان كنمسحو بلي لانجيت. هنايا كنطوي ديك البيجامه باش كنت ناعسه، ولا عندي شي بيجامات شي حوايج هبطتهم كنطلع نجيبهم من السطح في الصباح كنجمعهم هكذا باش ما كتضربوش فيهم الشمس ويكشفوا ليا. كدير غير ديك العشرات الصباح كنهبط حوايجي. هنايا التقيشرات لقيت كل من فن طرب، يعني تقاشر كلهم ان شاء الله ما يجي الدخول، خصني ان شاء الله ناخذ ليه تقاشر. صافي هادشي اللي كاين. هنايا كنت درت شويه البخور، غير ديك الزلافه غلفتها بابي الومنيوم وكندير فيها، وهنا خديت هذا القلم هذا وهذا الخاتم وهذاك الكونسيلر. صافي هادشي اللي خديت كنوريهم ليكم. وجيت هنايا كنمسح فوق الكوفوز، راكو عارفين صراحه هاد الكوفوز كنهملو بزاف، واخا كنمسح الغبره كنهملو كنخليه بعد المرات كل 3 ايام مره في السيمانه عاد كنمسحو، ما كنمسحوش يوميا ما نكذبش عليكم. انايا غرفه النوم كنمسحها، الشراجم كنمسحو، ولكن بحال هاد الكوفوز كندير ليه نهارو بوحدو. غير اليوم كان عندي الوقت قلت راه نمسح هادشي المكياج وهذا، وهاد الايام راه قلت لكم جاني على المكياج. مع الصيف كتلقاي الوقت كتبقاي تروني في وجهك مره مره ديري الوينات في العشيه، ماشي بحال ايام القرايه صافي ما كنبقاش نشوف لا في المكياج لا كنشوف كنعتني بوجهي عادي وصافي. صافي هادشي اللي كاين. وهنايا كنبدا الحوايج اللي ما غاديش نستعملهم، الحوايج بحال دوك ديال الكوتون ديال الودنين، كنكون ماسحه بهم الكحول ولا هذا كنحيدهم صافي. بحال هادي اش كيقولوا ليها بحال قريعه الماء كنحيدها، كنت داخله مع نخلاها معايا البيت صافي. ومهم هكذا مره مره كننظف، ولكن بطبيعه الحال الا فقت بكري بحال اليوم راك شوني معايا شي وقت، فقت مع 7:30 ديال الصباح فكان عندي الوقت. اما نهار اللي كنصبح نعاسه راه غزالي جمله معادي ضحك لي وخلاني مجنون راس الطاني، ويا حالي يا حالي شكون اللي حاس بحالي غيره ما يحلالي. وجيبوا لي غزالي وغزالي ها
غزلي غزلي جمل ومعادي حكلي وخلاني مجنون راس الطاني ويا حالي يا حالي شكون لي حاس بحالي غير وما يحلالي وجيبوا لي غزلي وغزلي ها وغزلي ها بعد هنايا مسحت البوطه صافي وعجنت الخبز خليته هنا يا ربي باقي ما عجنتش صافي جيت هنا غنصايب الغدا شنو درت درت هنايا القديد تليفوني مره كيدير هذيك الضبابه ما عرفتش علاش درت القديد وصافي وحكيت واحد البصله تكون كبيره عندكم مطيشه حكو وحده ما عندكمش ديروا مطيشه الحك بحال اللي غادي ندير انايا والقديد راه في الزكت وفي الليل وبالنسبه للناس اللي هكذا في الصباح تيكون ما نساو ما في الزكوش كتكبوا عليه شويه الماء طايب صافي كتحيد منه ديك الملحه وما كديروش الملحه هنايا زدت شويه الزيت ما كثرتش ما كتعرفوا القديد الحيمه فيها الشحمه زدت ليها هنايا شويه البزار الكمون معلقه معلقه سكينجبير خرقوم بلدي ومعلقه صغيره ديال التحميره ومعلقه صغيره ديال كبيره ديال مطيشه الحك صافي وثومه ثومه ضروري معلقه صغيره ديال الثومه هذيك المدقوقه اللي عندي مطحونه صافي وهنا حركتها مزيان تتقلى مزيان وغادي نغطي عليها نخليها تشحر ومن بعد شويه غادي نزيد ليها القزبر والمعدنوس مقطع صافي وغنزيد ليها العدس انا درت العدس البلدي باش كيجي زويون من بعد مرقته وغطيت عليها هيا جينا العجينه صافي هنايا قرصت الخبز حيت راه كتعرفوا هاد الصيف انا في الايام الشتاء والبرد كندير الخبز كنطيبو نعجنو هو الاول مي كنت ديما معتمد مع تسعود علاش حيت راكو عارفين البرد ما كيبغيش يخمر الخبز دغيا الايام ديال الصيف لا كنقرصو ماشي مشكل دغيا يعني مع الصهد وهذا دغيا كتلقاو خمر فداكشي من بعد كما كتشوفوا هذا هو العدس بالقدي صراحه جا لذيد ودرت لي واحد المزوده والخبيزات اللي عجنت ودعكم مع هذا الروتين غادي نقول لكم شكرا على المتابعه ما تنساوش لي لايك ودعموا هذه القناه باشتراك وشكرا على المشاهده والسلام عليكم.